بلد يلهث أبناؤه لكسب قوت يومهم، يجوبون طرقات النيجر بأعبائهم، حتى بعض أطفالهم لا يهنؤون بنوم هادئ، فموجات الحر أصابتهم ولا كهرباء تروح عنهم. اقتصاد متعثر وانقلاب في طي البحث عند الجارة الجنوبية، حيث نيجيريا التي قطعت عنها إمدادات الطاقة ولا تعيد تشغيلها إلا ساعة واحدة كل 5 ساعات، ولا حلول سوى الانتظار، ف70% من تياراتها تتكئ عليها. تداعيات يلمسها المدنيون في أسواقهم ببضائع متكدسة تنتظر مبتاعاً، ما عادوا يستطيعون شراءها، فأثمانها أوجعت جيوبهم. اعتدنا على شراء 25 كيلوغراماً من الأرز مقابل 10,000 فرنك أفريقي، لكننا ندفع اليوم ما يقارب 13,750. أسبوع واحد وأنهكت البلاد من انقلاب أتى على اقتصاد دولة حبيسة، في باطنها كنز ثروات دفين وعلى أرضها عوز لعين، هوى بها إلى تصنيفها 7 أفقر دولة في العالم وفق قائمة جلوبال فاينانس. إذا قررت دول الجوار إغلاق الحدود فسيؤثر ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للنيجيريين. وحتى المصارف لم تسلم من الانقلاب والعقوبات التي طالت أجهزة الصرف، وفق ما ذكرت تقارير أكدت أنه لا نقود يستطيع المدنيون سحبها. إسراء الصغير، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.